لعبت وادي دجله. كانت ساعتها اول ما رحت كان داخلين دوره كده بتاعت كانت عاملاها فولكس فاجن، اللي يكسب يسافر اسبانيا يلعب بطوله هناك مع باسم منتخب مصر مع البرازيل والارجنتين والحاجات دي كلها، وهيتصوروا مع اللعيبه بتاعت ريال مدريد وكده. المهم فعلا كسبنا البطوله دي، وساعتها كنا بنلعب الاسماعيلي في النهائي وكسبنا البطوله دي، وانا اللي جبت الجون في البطوله دي. وسافرنا اسبانيا كان مع كابتن يحيى فارس. فسافرنا اسبانيا طبعا اجواء مختلفه، اجواء تانيه بقى وحاجات طبعًا. تانيه وبتاع ومعسكرات وحاجات تانيه كانت كتيره حلوه بصراحه. رحنا لعبنا خدنا مركز ثالث، كنا بنلعب باسم منتخب مصر. ساعتها بقى حسيت احساس حلو قوي، اللي هو انا داخل استاد برنابيو وداخل بقى اشوف اللعيبه، اسلم على اللعيبه يعني. سلمت على اللعيبه بتاعت ريال مدريد كلها. فاللي هو احنا داخلين يا جماعه انا بجد انا هسلم على كريستيانو رونالدو. انت بتقول ايه؟ وانا مش مصدق. بس كنت حاسس هيجي اللقطه دي. لا ما كنتش اعرف ان انا فاكر ان هم في مصر كانوا بيضحكوا علينا، اللي هو ده انت لو كسبت هتروح وهتتصور معايا يعني. فاللي هو بجد انا هتصور مع كريستيانو رونالدو واسلم عليه بجد، اللي هو بقى احنا واقفين في اللاين فهو بقى بيسلم على اللعيبه، فاللي هو ده حلم. حلم طبعا. اللي هو ايه ده انت بعدين كنت صغير كمان. صغير طبعا يعني كنت صغير، فساعتها ما كانش معايا موبايل. بقول له يعني انا بقول له كانت نفسي يبقى معايا موبايل عشان اصور انا بموبايلي. فاللي هو لا كان ساعتها قعدنا اتفرجنا على الماتش بتاعهم، كانوا بيلعبوا اتلتيكو مدريد وكسبوا الماتش ده 3-1 وهو كان جايب جونين. فلا كانت بالنسبه لي بقى ساعتها كانت الدنيا كانت حلوه جدا بصراحه. بس رجعت بقى من البطوله دي خلاص عندي حلم بقى ان انا لازم اوصل. كان انا كانت